أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فصل هذاك فاصل كي وحكى لسارة واي في حكم الاستبراء أو أفصل يا واد هو بصشدة أحكام تيدا أي أفصل يا واد وهو استبراء لغوشي غانا لغة حق اللغة دلب البراءة برئها شعول دلب واي وشرعا حق شرع غانا تربص المرأة ناك تسيقود ديدا واي كرشة ديدا مدة ني كرهي سابي سواب حدوث الملكي ملكي سو درتي إيسا سو كاد أين أسوه إيسا فيا أيضا أحداد أو كسو دري أو أمس الزوالي ملكي زولو تنكيس عنا أمد أو كزولو شاسي أسوه إيسا ملكو عصوا كسو دري أيضا واد مركز أي حسمه مدة تنال سوى واد مدة أكاد سيساد أما سملكي أبا كزولي لبدا اسمي دوت أحكو إماها تربس كواد تعبدا لأجل تعبد واد للتعبد أسوى يساد أو أما سلي براءة رحمها أي أسوى يساد من الحمل أو كبري هذا أنت تربص كواحد أصمه اللي تعبد أما اللي براءة رحمها من الحبل أصمه يسال والاستبراء استبروا يجب وواجب بشيء وواجب أحدهما زوال الفراش فراش كزولو دي سواء وسيأتي وانا نعمى دنيا في قول المضني وحنوه ما دون وإذا ما تسيد أم الولد هدود انت إلى آخره قولك انت لي قارا نعمى دون تاج والسبب السببك الثاني أي لبادنا حدوث الملك ملك سودر تنكي سواي وذكر هو أنا شيء وذكر المصنف مصنف كأنه ملكي جوا شيء في قوله وشيء أويري ومن استحدث قف كسود الرسيستا ملك أمة أظن ملكي جيدة بشراء كسود الرسية شراء الله خيار خيار فيه أو سكو سغنان أو بإرث الدحل كسود الرسية أو وصية بوصية دردارا كسود الرسية أو هبة بهبة كسود الرسية أو غير ذلك أما متكور كاز غير كيس كسود الرسية أو من دروغ الملكي ملكي جا وضوين كيسة كمدة لها أمد لقو ملكيو أو ولم تكن زوجتون أن أهان حرم عليه من كو حاك حرام نقايا عند إرادة وضيها أمد وضي التيد دون تنكيد أكتد وحاك حرام نقايا الاستمتاع بها أمد أكرا حيستو حتى يستبرئها إلى أكوب صنايا إن أكرا حيستاي حيكنا غيسا حرامي كان غيسا وأدونت أن أشراء كل من شراء سنة أوصنين شراء خيار لأوصنين أبدا حال أكوالي هركبه وديكري هركبه وديكري هذا أي حتى استمتاع عن بالله وقوله هذا وإن كانت ديئات من دوات الحيل كوديق عاد أصحيبك ديئات بحيلتين وكهب سنوات هذه ناكتان إيتا دونتاي كوديق عاد كل عادي كمينتاي هل ديق انتو قد عالوك هذه هذا ولو كانت بكرا بكارا هبا أهاتو أي ولو استبرأها أما دي هدوه بصدو باعوها كي قداي قبل بيعها أوه بصدو هذا ولو استبرأها وهو بصدده أما دي بايعها كي قدع يا وهو بصدده قبل بيعها انتو سنجدينها وهو بيواد أو سنجد روحي سبا استبرأها ده سوصمي ولو كانت منتقلة من سبيينها بكسو قورت أو امرأتها بكسو قورتو مجدو عن أملغها بكتماد أما هكتماد ناكلا كتماد مروا باستبرأة للرواها إن كانت من دوات الحيد بحيدة مروا بواتها انتها وإن كانت الأمة أدونت أن من دوات الشهور بلا قوة صعيبك أدكاة فعدة وعددين بشار ملوى فقد أوكليا وإن كانت هي أمد من دوات الحملة أدكاة فعدة وعددين بالوضع أهاتي عددين حقا وضع أهاتي أي وإذا اشترى زوجته زوجة دي سادو سوء يبسدو سنة له من كوحال وصنة استبراؤها الله أصداد زوجة دي سوء يبسدو كالك حال وصنة أولي حتى استبريوا الله سنة يا سيكلك ورواجما هذا وأما الأمة أدونتي أمة المزوجة لقرصدي أو المعتدة أم عيدة ترسيزي إذا اشتراها أمة شخص أدو صوء يبسد فلا يجب استبراؤها أمة هو بسيقات أبا واجبا أيو حالا إسلام مركاز إلا هو بسيقات أيد واجما هذا إيه فإذا زالت الزوجية زوج المدى دي زوجه إيه والعدة عدة دي زولان وذلك تصالح أن ضلقت الأمة أدونتي إلا فربواي قبل الدخول على فري أو بعد الدخول على فري وانقضت العدة نواقضي وجب الاستبراء يا واجب حينئذ حتى واجب أيضا
وإذا مات أدور أنت سيد أم الولد أنتي وليس في زوجيتنا ما أهان ولا عدة نكاحنا ما أهان استبراد وهو ست أحد مواجب نمو نفسها إيه سيساك الأمة بلا طائع أي حال لجيدا فيكون استبراؤها بشهر أهانا إن كانت من دوات الأشهر وإلا هديسا كمدهين كو دوات الأشهر كان فبحيلة أهانا إن كان من دوات الأغراء أديك أعتاد من دوات الأغراء أديك أعتاد ولو استو ولو من أقدوات الأغراء ظهرياك ولو استبرأ السيد سيدك أضوه بصده أما تؤدون تيسا الموضوعة الودي ثم اعتقى أو حرية فلا استبراء عليها ولها وحين الله ذا أمدي أن تتزوج إني قرسته في الحال إسلامركي إسلامركي بإني أرسته أي حق الله ذا واجب ساس الله ذا فصل عندك فصل لك وحكى لسارة وفي أحكام الرضاع النجمة أحكام تيدو فصل يا بفتح الرأي على أخري وكسري أنا وعلى أخري وهر الله عير الله على بطه وعلى أخري وهو سيقنا اللغة ترحق اللغة اسم المقعواي أولي مسي الثدي ناس كانوا يتنكيس أسوناد إيه وشرب اللباني ناس كعانيه سعبي دي سواد وشرع حق الشرعين وصول اللباني آدمية آدمية عاني هذا قاري دي دواي آدمية دو مخصوص مخصوصة لقاري الواد لجو في آدميين آدمي على شيني إيقارتها عاني إيقارا آدمي يقول مخصوص أصلا لقاري على وجه غاب دوشيس وجهكم مخصوص لقاري وإنما إن كلام هنا يطبط الرضاع يا سكناها باللبن امرأة وكسكناها امرأة حية النول امرأة بلغت قارتي 9 سنين 9 سنة قارتها سنين تو قمرية لنسبها بكرا كانت هاتا أو طيبا هاتا خلية كانت هاتا أو مزوجة هاتا أما تؤورها نغط أما تؤور لنا نغط أما قبرها نغط أما قراها نغط وحين نغيها نغط هل قبيان لقابين أمر بها دي قارت بلغت 9 سنين دي قارت وكسبنا هذا وإذا أرضعت المرأة ناكتها دي نوجس بلبانها عانهيد ولد عانقين نوجس سواء وحائسكم إذا شرب هو ولدك عبيا اللبان عاني عبيا في حياتها انت النوشاي أو بعد موتها مركين متك قدر العبيا اسكم دواي أو كان اللبان كين أو هذا محلوبا مثل ليسي في حياتها ناكتان عانهيد عانقين نوجيس عاني حاسكم إذا عانها سنكتون نول عنقها عبيو يو عبينو أيضا دمتها عبا لكن عانوها أهدانو عان انتي نولاد لغا لسا أهدا أيضا دمتو ميدا عانو كنوغا لغا دما انتي نولاد عانا لغا لسا هدي دمتكا قدالة دي لعبسيو حوون كرداء وكو حسل أهدا مركو أكو كاسا لسعي سارا الرضيع يوحو أهانا ولدها عانو قيد أهانا بشردين يونوكو أهانا أهدا وإذا أضعت المرأة باللبنها ولدا سار الرضيع ولدها بشرطين ساسك سعطان أحدهما لبض شرط كان أوري أن يكون له للرضيع عنق إن أسق نادواي أن يكون له للرضيع وهذا سن داود سن دون الحولين لبض سنة كيراد بالأهلة أو بلا أهاداد سن بالأهلة أهاداد بلا حولين بالأهلة أهادين لبض سنة وحيانا بلا لغترياد وابتداؤهما ابتداء الحولين لبدا سنة بالله وضانا كائن من تمام انفصال الرضيع عنق الرضيع عايس عمديس تامها شديد وكأهداد ومن عنق بلغ قاري سنتين لبدا سنة قاري لا يؤثر لا يؤثر ارتلاعه نوجين تيس مكينة تحريم المكينة عنق لبدا سنة جري ناكتين حيث الناس نودي اواد ماش استحريم كان لما حال ربا لبدا سنة انو جرى الله أما حج قصة سأرارت أو سالم مولى أبي حذيفة أو سأسأل دوادي سأسأل دوادي قصة سالم مولى أبي حذيفة فإن زوجته يا وحين عدالة لدخوله عليها إنه أيضا صوق علينا عضي فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام وحكوانوني إلى إرضاعه إني نوجس حيث قال الله أوي أرضعيه نوجود فمخصوص وائر وركاس أنك سوكو قار أهاي أو أمس من سوق الوابل النساقي أور حتى شقيها ما هنا لقرود مركوكو قاس على صعي مرك سنتين دوغار لا يؤثر ارتلاع تحريم المكينة والشرط شرطي الثاني أي لبان أن ترضع إن نوجي سواء أي المرضعات وايدة 5 رضاعات نوجم يالوشن نوجي سا رضاعات أسو متفرقات كلا تكسن واصلة أي حريري سواد جو واصلة قاري سا جوف الرضيعي رضيعي علوشي سي قاري سا ولبدهن ساس الرضاعات أز لبد قودنا كائن بالعرف وهاد فما الذي كي قضا كيناي بكوني آشدي سو رضعتنا وهاد أو رضعات أو هات أعتبر والله فيرها وإلا فلا إيه فلو قد عرضي عنك الناس نوجيها يا جري
الارتلاع عن نجم ديو جري بين كل ميد والبدح ديسة أو من الغمسة شان تكاميدا إعراضا جيسة شوكو جري عن الثدي الناس كوكا جيستي تعدد دوات روبا الارتلاع عن نجم يالا تراد ويسير زوجها نمرد عادة نكيدنا وحوهانا أبن أبو لو للرضيعي عنو قل الناس نجيو أبو نغانا ويحرم وحانا حرام نغاية على المرضاعي كلا نجيو حاك حرام نغانا بفتح الله ديال الأخري التزويج قرصة شو إليها مرضعة تي الناس نجيس قرصة دوت وإلى كل من إنو قرصة داك حرام نغيسة ناسبها مرضعة داك أبتر سنة أي انتصب إليها أنس بشاكتة بالنسبة إنو قنس بشاكتة أو الله إنو قنس بشاكتة مرضعة وحي النسب كقرة أمر الله كلا كقرة أصيحي كان غاين حرامي كان غاين ويحرم وحا حرام عليها على المرضعة وحا كحرام هالي ورادة التزويج أيضا إني قرصتا كحرام إلى المرضعة إلى المرضعة كي لنجي إني قرصتا كحرام إيو ولدي عنو جيسة وإن سفلا ولو سفلا بسيوسة ولد 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 كلا سيهاد ساسبا أصيوسة إيه ما قرصة كرتا إيدوات عنو جي نوجيسي عنو قوت دالي عنو قاس عنو قو سيدالي عنو قاس كلا عنو قو سيدالي أيضا إسوكو مدوا كرتو أي ومن أمة دواكرتو أنت صبا أبتر صدا إليه إلى الرضيع رضيع كيكو أبتر ساين أمة دواكرتا لقو يرواد سأصل صاد وإن على هبا سرية سأصل صاد لكن هو ما شاس وإن على سأصلد وإن على دانو فاعلك إن أعلي سواي رضيع هبا نغدو كان سرية معنا إلا قموضو رضيع وحيكو أبتر صدا هبا كسر ريانو رضيع أبيه قوس مكرتا لقموضو رضيعي أبي إيه أديركي ما قول سكر تلقى موضان مارك وقفو كاسارة سعي إنو داوي هان جعل الروح هذا سأسأل هذا وإن على ما يشغل ليه لأن المناسب حقوهاي أن يقول إنو يراد وإن نزلاء مجد كما قال فيما قبله وإن سفلاء مجد إلا أن يقال إلا إلى أمهين مسألة وإن على أي رضيع إلا إلى أساس أمهين سكرتك وأن صحيح ما يسو أما وحوري وإنما تكلفنا ذلك ما حجر لأن أنك لو أبقيناه دام باقي يلور على ظاهري وركسيد أويا لدام كدينه وإن على أو من أن المعنى إنه نقع على من انتسب إليه رضيع من الأصول وإن على هذا إساس نقيسه فهو سهو واي أو سبق غلم واي مجددي مركب ماشي حاك صعود عاي إن وركو سهو ياي سبق غلم ياي هذه كروينة ترى وإن على رضيعها بس الرئي أو رضيع ويحي أو كسر إيه نقايم وعنو قيس الإمان أبا وعنو أبوه مدى كاعليا مجددي مدى لقاعليا وكتاب كاعليا مركب أكو كاس الله صعيه دون من كسوك كان هذا في درجة يود رضيعك إلى درجة هاي كسوك كإغوتي ولا لي سوك الذين إغوتاسو لم يرضعوا أنو مع أولاد الكيسة ناكتحي ونقاين حلالي ونقاين أي كواس واد مركب من كان في درجته أو أعلان وكو سودة بك كسرين وكو سودة مركب علاها نحو نقا مركب وين على هو رضيعها بصرا مرواد أو أمس أعلى متكسر أيو حالو نجيدا ودون من كسوكو كان هذا أعلى متكسر دبقة حق دبقة منو من الرضيع وذلك أعمى ميوى مجدد لما تكواس معه إيه أيضا وحاك حرام نقايا عنو قان إيه ناس نوجيسا وحي أسيقا أو دلو سوقلاي أكا حرام نقايا وحي لدى شكام حرام وحي أسي كسر ريو أدير ديسي أبيسي حرام كما وحي لسنا إنا أيضا حرام كما أيضا حرام كما مركب وكو كاسال صعي لكن أسيقا مر الله عدا يا أبو حرام لقى ما يحرم من النسل أسوي الموجود دمر أسوي كده بالعرب ما يحرم من النسل يور الله وح أيضا أبو حرام لقى أسيق حيك نقاين حرام يك نقاين لكن أيضا ياك حرام لقى مر الله عن لنوجي وح أو أسيق على إيه أسيق إيه وح أو خسيه أسيق أو سجلا أسيق هذا إيه وح لسمن وح كسر أيضا كحرام لقى ما وأكو كاس الله صحيح وتقدم وحان صهر مروري في فصل محرمات النكاح ما صهر مري يحرم ابن النسب كحرام يور الله كحرام مفصلا حاله ياي كي لك لبح بحيوات افرجع الله ابو إليه أسيق انتك أولاب هرانك وصا شيك أولاب كوراد فصل هذا كفصل كي وحكال ساروي في أحكام نفقة الأغارب أغاربتي نفقة دود أحكام تود وفصليوات وفي بعض النسق المدن حاكوتين تغيير هذا الفصل إلا دبلغو عن الذي لقى دبلغو بعد أسيق الدم بيوات او حضانا كدم بيسي انت حضانا لصور مريو أسيق لدوامر ساسا نسقوين كقار كتب من الكوراد والنفقة النفقة دي نسقوين هر إن إسكتا لغا يواد دي كمي يزدير مو قلو توشيح أسرس عنا مو يا يا دي سوري اي دي سوري مو مركا وكوكا سالة صحيح والنفقة النفقة دي ما قودت من الصغات واي من الإنفاق يا لك صغات وهو إنفاق الوشيقا على إخراجه بحينته واي ولا يستعمل الله من استعمال إلا في الخير خير ما نوحر الله من استعمالات
ولنفقتي نفقتي أسبابنا أصناتي أسبابته ثلاثة نيسدع القرابة يا ليس كنا فقيا وملك اليمين يا ليس كنا فقيا والزوجية حاسن من أول سكنا فقيا سدع السبب متكم إذا ليس كنا فقيا. وذكر المصنف عشاق السبب الأول عشاق في قولي كشاق ونفقة العمودين لبدي تير نفقة دولي أو من الأهل واجبة للوالدين لبدي واحد لين والمولودين كويلة داري واد للوالدين كو واحد لين إيه والمولودين كويلة داري إيكو واجبة والدين إيه مولودين ساس الله سعي واد والدين والمولودين إيكو واجبة ساد مارك واكو كاس الله سعي عمودين تيالا قد ماشا أي الأصول والفروع أكو راد أي ذكورا كانوا أهادينا أو إناثنا أهادينا اتفقوا إسوافقينا في الدين إسكو وافقينا أو اختلفوا إسغلافينا في الدين إسكو غلافينا واجبة المد واجب تواي على أولادي ميك واجب تي عرب تضاد إسكو وافقينا الدين أدي والدك إسكو غلافتينا أدي دي أدي والدك الدين إسكو غلافتينا هاي نفق واجبك وغطوا والدك أنا نفق إسال الله صحيح فأم أدوك وغلف الفرع منك فأما الوالدون كو واحدة لمياء وإن علو ولو علو أبا صار مراني فتجيب نفقته ما واجب إيسا بشرطين يكو واجب إيسا لابد شرط حواي الفقر فقير نما إن لهلا اللهم أيها أصغناتي هو فقر قلبو شيغان عدم قدرتهم أود الدودة ويتديد واي على مال أودا أو كسب على كسب أودا إيا والزمانة جيس نمواي أو الفقر واي والجنون واي فقر إيا جنون أساسا أما جيس نمواي دي أفقر إيا جرتوا دي وهي أيضا جيس نمواي وهي الزمانة دي لقوشة جيس نمواي دي مزدر الزمن الرجل نينك يا جيسوبي زمانة جيسوبي إذا وقتك حصل له أو حصل نينك آفة آفة إيا وحصل شواد آفة إن قدروها دي أودان على مال إني أودين أو كسبني أودان لم تجب نفقتهم والدين تي إلا نفقه واجب نقميس مركز أبو واشقي سكريا هوي واشقي ستا أمبو واشقي ستامب حولي هستان إن لبير واجب ماهد وأما المولودون كوي لا دلميا وإن سفلوا أبو أسيان وعنو قاق عنو قصير لي عنو قاس عنو قصير لها بنقته فتجب نفقتهم واجبه على الوالدين كوي لين كو واجبه ساد بثلاثة شرائط شرطي على صدعي كل واجب إيسا أحدها شرط بيتك أوهرعي الفقر واي والصغر إيه والصغر يران واي وجدو فالغني الكبير متك وينو تاجرك لا تجب نفقته مواجب إيسا أو الفقر والزمانة أم بوافقه نما إيه جيسنمو فالغني قني قني الغوي يحيوك الهاي لا تجب نفقته مواجب تغني قاس أو الفقر والجنون واي فالغني قني قني العاقل وحقر هاي لا تجب نفقته مواجبته. وذكر المصنف الشيخ السبب الثاني أو شيخ في قولي يوكو شيخه ونفقة الرقيق والبهائم أو يراد والسبب الثاني واي ملك اليمين كي كون واد ونفقة الرقيق والبهائم أضان إيه بهائم نفقة دو واجبة واي فمن روحي ملك ملكية رقيقا ملكية عبدا أضان أو أمة نهاية أو مدبرا نهاية أو أم ولد نهاية أو بهيمة نهاية وجب عليه نفقة يكون واجب سواد فيدعم وقود يا رقيقة وأدون كيسة من غالب قوت أهل البلد أهل البلد كقوت كيسة غالبك أو كقودها ومن غالب أضمهم قوسرت كيسة غالبك أو كقودها بقدر الكفاية أو كقودها إسك كافنتي قدر كدود ويكسوه وامر شيء رقيق على من شيء أقوه من غالب كسوتهم مرشد ضد غالب كيد على من شيء ولا يكفيكم فينا في كسوة الرقيق رقيق سمر شداد صدر عورتكم فينا أضانك عورته بس أوددكم في اللواد فقط أكلاد ولا يكلفون الله ما شقى الضومد على قد لا من العمل ما لكم ما شقى لا يضيقون أي سنود فإذا استعمل البالك مالك هذا شقى رقيقه دون كيساد هذا شقى على سيد فإذا استعمل المالك رقيقه دون كيس هذا شقى على سيد نهارا مالهم شقى على سيد أراحة وأراحة أو أنصها ليلا هبين أو مس عكسود ليلا نشقى على سيد أراحة ونهارا إيه نقص أيضا ويريح ورحقيقي وأنصيا سيدك أنصياي سيف جيلك وقت الغيلولة وقت غيلول نصيها ولا يكلف الله ما شقي ولا يكلف دابته وداب دي سنة أيضا لا نقي ما شقي ماكم ما شقي لا تضيق حمله إيسن أو دمت دابد وح إيسن قاد كرين أيضا اللهم كلفايو. وذكر المصنف عشاق السبب الثالثة أضح خصوبة نفقة الأغارب هي ملك اليمين خصوبة صور كيس الدحات أو الزوجين وكل روا السبب الثالث وشاقي في قولي وكشاقي ونفقة زوجتي زوجتي نفقة ديدي سأسأل لدادي ونفقة زوجتي زوجتي نفقة ديدي الممكنة مكيني سي من نفسي عن نفتي واجبة واي
زوجته النفتيه ان كده وديبتي واجب واي على زوجك واجب تاد اي ولما اختلفت نفقه زوجتي زوجته النفقه دي مركي اسخلافتي بحسب حال زوجي زوج حالديسا ان لا اغنى اسكو خلافتي بين المصنف يا ذلك عدي في قولك عدي وهي نفقتنا مقدره ايتام الاولاد فإن كان وفي بعض النسخ إن أكوت إليه فإن كان الزوج نكاح ضوء هذا مؤسرا تاجرا ويعتبر وانا لفيريا يساره تاجر نمديسا بدلوع فجر كل يوم ما ننكست فجر كذا لا شديسا لغفيرها فمداني لبمد أو من دعام كهذا واجبان واجباي علي على الزوج المؤسر نكاح تاجر كا ما ننت لبكم بالغ ربا وإذا سال ذواده كل يوم من أوله واجبة مع ليلة أي لصعته ليلة دو المتأخرة كدم بيسا عنه عن اليوم كدم بيسا ساسر صعاد ما لنك الليلة دي سو حتى ما أنت حوايه إسنين سوما يا ما أنت إسنين ما أنت دان عوضي دو ومدة صعاد أتي حالة صعاده ما ساسر ساسر صعاد كاسي كوي ما يسا واكو كاسي مع ليلة وادي ليلة دو المتأخرة عنه عن يوم كدم بيسا لزوجته أساس راد فمداري لبمد أو من دعامل كهاد واجبان واجبان علي على زوجك واجبان كل يوم المانين والبا مع ليلة للغبة ليلة دو المتأخرة كدال مرتي عنه عن يوم كدال مرتي لزوجته واجبان مسلمة كانت هاتا أو دمية هاتا حرة كانت هاتا أو رقيقة هاتا والمداني لبمد أو من غالب كهاد من غالب أساس والمداني لبمد أو من غالب قوتها زوجة قوتها غالب كيسة كهاد والمراد حكا لوجد لي قال بقوت البلد او من حده سرنا او شعير قمد الروبا او غيرهما كواد حتى الاقد عانا لغلجي هذا اقدك في اهل باديتنا اهل باديه يقتاتون هو اقدك قود سنوات عانا لغلجي راشنهان واستعمالات ساس ولا سعي وركا كو قرحوناده والمدان الى بدر مدن كائنان من غالب قوتها زوجة قوت كده قالب كيسة كأهادين وركز وكاحل كده بحاله برا قالب قوت على قبره والمراد ساسي وصعت أنا ويجب حق واجباي للزوجة حق واجباي من الأدب يقول صارت حقان يوال كسوة من الشرح حقان وحق واجباي ما أهو واجباي جرت بهم أقوى العادة إكو طريستي في كل مدول بوم منهم على واسك مدود فإن جرت عادة البلدي بلدك عادي سادي طريستو في الأدب يقول صارت بزيت سليد إيه وشير إيه وشير جين وشير جين سليد مع سروا على صعه إيه وجبننا ليرايقنا وعانا فرماج ليرادي ونحو يأو أحلم مدى وطبعت العادة على الرعاوات اتبعت يا سالداد اتبعت العادة له عادة الرعا في ذلك الرعا وده ايوه لم يكن في البلد ادمن توصل هان ادمن غالب غالبا فيجب اللائق حق واجباي بحال الزوجة واد فيجب حق واجباي فيجب اللائق يا واجباي بحال الزوجة اللائق واد ويختلف الادم قصارك يا اسخلافاي باختلاف الفصول فصلت اسخلاف تاركود جوجا دايرك جيلالك بل رصاص بل الله سيد فصلت ايهين او اسخلافا قصارك واد فيجب حواجبها في كل فصلين ما الذي كيا واجبها جرد به ما قبى عادة الناس إكو طررستي في فصل كالحديثة أو من الأدم أهواده ويجب حواجبها للزوجة حواجبها أيضا غشة لحمنا واجبها لحم قوية ليق عنتماي بحال زوجها عنتماي واد وإن جردت درسته عادة البلد في الكسوة إكو طررستي لمثل سوجو سقناتي بكتان لاس إكو طررستي أو حرير أم بحرير وجب وواجبها درك بلد كالأيقا تاب اللاس إيا حريرة كاسك واجب هذا. وإن كان الزوج معسرا هذا على سلمي نكي تاجر كاي لبن مدال قربي ما هو وحان الله في راي تاجر المديسة ما نتان الجو يا عبد هذا على في راي لبن مد ما الأقول واجب هذا. قصار كودن والله ميت در مرشدودن والله ميت والله قربي قنات. وإن كان الزوج معسرا ندو هذا ويعتبر يعسرون والله في راي فقير المديسة بدل عفجر كل يوم ما نكسر على شديسة فجر فيه على في راي. عليك استا فجر كيس ده الشيء على غفيره فمد اي وحال الجدا فالواجب كم واجب عليه على زوجك واجب لزوجتي واجب مد طعام واي او من قالب قوت البلد كهذا كل يوم نديبا يومكم عليلتي هذه الا دو المتاخره عن يوم قدم بيس وما نوا واجبا يتدم به ما قبا المعسرون فغيرين تو اي قصار او من ماكينه اواد ساسل صاد ساس ولا صعود أدا عشر كان أبو باو معرفة على أنت العراوة جليف أقول أدنى ما يهلي حسوسي ولا سكر أبو مركو أكو كاس على صعود وما كي وما كي واجب يا تدم به ما قبل المعصرون فقير أنت إيه قصارنا أمي ما كي
جرد مما قبع عادتهم إن كنت رسلتي أو من الأدم آد ويكسون وامر شيئا مما كينا إيه ويكسون إيه صلاة وما كيا واجب يتدم به المحصنون آد أو ويكسون وامر شيئا أو مما كينا آد جرد مما قبع عادتهم إن كنت رسلتي أو من الكسوتي آد وإن كان الزوج أدو هذا متوسطا نحن هذا ويعتبر على فيريا توسطوا بدلع فجر كل يوم ما نكست فجر كسر الشيء سالك فيريا يومكم مع ليلة يوتا ليلة دو المتاغلة عنه يه فمد أي فالواجب كواجب عليه على الزوج كواجب لزوجتين هو واجب مد واي يوان نسونا لك رواد مد يبرك يزاد مد كأي نسكو من دعامك هذا دعامك من غالب قوت البلد بلدك قوت كيس غالب كيس كأهادين ويجب حواجبي لها أيد حواجبي من الأدم الوسطود ويجب حواجبي لها أيد واجبي من ويجب لها وحواجبي من الأدم ساس على هذا الوسط واجبي ومن الكسوتين الوسط واجبي هو وسط كل شيء أنا ما واي ما بين ماكي كل حيوان يجب على المؤسر والمؤسر مؤسر إياه مؤسر كي كواجبة أنت قد حيس وسط كلا هوانا نكى مؤسر أو يحكي واجبة كواجبة كيرا كواجبة وحي معصر كواجبة يعني كواجبة يعني كبض أنا كواجبة سلام ويجب حواجبة على الزوج وحا كواجبة تمليك زوجتي زوجتي سينو هانتسين تمليك زوجتي زوجتي إنو ملكي سي أدعى عمل الشيكوات حبا حالو يا حبوبات وعلي على الزوج وحا هذي دحنه إنو شيد حبي وغوصو إنو كبسي ويجب لها وحا واجبة آلة أقلين إيا وشرب إيا ودب خنوات عند إيا عبد إيا كرن آلة دي وحلو كرسلاوات وواجبة يانوات ويجب حواجب هيا لها للزوجة حواجب هيا مسكرنا واجب هيا مسكر كون يليق بها زوجتي عادة عاد أهان عنتماي أو إن كانت دي ناكتان أهات ممن تضحك إديك ممن ناغو أديك من آتي ما قاسو يقدم مثلها أيضو كان اللو أديك هيا فعلي على الزوجة حواجب هيا إقدامها الزوجة إنه أخذ ميواد بحرة أو أخذ مي وأنا حراء شخص أو كان أو أمتنا دون أكينا أو لو أسئسونات أو أمتنا دون أكينا مستأجرة لإجارة أو مصب الإنفاق على من الله نفقه صاحب الزوجة الله صاحب يود أما حصة ما قف أيضا صاحب تقبيلا ود أو من حرتنا أو أمتنا لخدمة نقبيلا إن رضي الزوجة دورها لنقض بها صاحب داس هدورها لك يود وإن عسنا دوف غيره من نفقتها زوجة بيل كيد وكف غيره أي المستقبلة إلى قابلة فلها زوجة حصنا الصبر إن كصبرت على إعسار يود وتنفق وانا بحسا على نفسها نفتين يكون نفقي سالة من مالها إيكا نفقي سالة أو تطرد أنبوا سوا ما ستا ويسير من الذي كين وحوهانا أنفقه أي نفقي سالة ديننا أهانا علي على زوجك أهانات ناكت الله أفر إن إسكا صبرتو إي عسارك هو صبرتا أفرا إن وحسو أما ستنا أفرا إي أما هلت ماذا أفرا لكن وحصر يا لقربا نكي ديني كيوات ولها ناكت وحوصونا فاسق النكاحي نكاحي إني فسقتنا وإلا هاي ساسا أصونا لكن إسكما فسق كرت أقوله قال لي أكوري ليس قال لي قديلا كوري لنا نك ستحبري على سوا ساسو الصعد أي وإذا فسقت أدي فسقته حصلت المفارقة مفارقة دي حصل أي سؤال وجراد ساسو الصعد موجود ويثبت عنده حقوقنا وحال وطريقة الفسق وحواء أن ترفع الأمر إلى القاضي أكوري أو المحكمة بشرطه إلى لقبه ويثبت عنده أنه حق سقنا إعسار الزوج زوج كفقير المديس بإقراره أو بيّن التوان ثم بعد ثبوت إعساره نك إنه فقير يهات إسونا تكاقدر يجب إمهاله ثلاثة أيام سدح مال مضين للسقا واجب نقايسه هذه مركة أرنتاس العادة محاجر لعكرت إلا وحا لعكرت أن كان سدح بأن المقدود إنه شغبك هو الواد أو علا دي سماعك بعض ولها ناكتر وحيلا دا سدح اسمه مض الخروج بحيتان في مدة الإمهال وقت إنك اللي سوى إني بحدي لا دوت لتحصيل النفقة النفقة سيؤسوا حصل سوى بكسب شغل أو قرض أما أو أما سؤال توكسي نجيكم ناقص سيد أحد أمبري جرو هو حر رمز إن تبى حدا ليه كرتا شغل أدانيك أو بيلانجريها أو أسكون نفقة ساس ليه كرتا وسود دين سا ليه كرتا وسود توكسا ليه كرتا أو تتكن صور سا ليه كرتا وليس لو إن كان أمسونا منعها من ذلك ناقتين وعلي حق ملهان سيد حزب المعيد كذاد وعليها ايضا واجبك رجوع الله بشو الى مسكنها وصلاه الليل الهمين لكن ايضا واجبك عود الى صلاه وتهاد نفقديد ان كما انت تراعدك الام هي كرتون مهاجر لانه وقت الراحه وهبين وليس لها ان ام صنها هذا منع من التمتع انك اني ترى ووافقيرته وحبيستي هي الراحه سن اني ترى ام بنانود ما دي كرت ايضا
ثم بعد مدة المهال ترفع الأمر إلى القاضي يكريلي صبح أفرادي يكريلي سا نكاح يا فسق ماي مركا يا فسقاي قالي يا فسقاي أما نائم كيسا فسقاي أما أي دابا فسقاي سا بإذنه يسكو فسقاي أي دواج وليس لها أم سنوان الاستقال إني كني لك لنقطة بالفسق فسقات ولو مع علمها بالإعسار إنه نكاح فقير يهو فقير وديس أوسك بحنا من هبا وقاتي أيضا لما كان لنا قكرته فلا تفسق ما فسقتنا قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده ما فسقته وقبل الإذن فيه ما فسقته سأسأل الله سعوائد أيضا قاضي أكرين يأتي أكر إشكا حتى ما فسقته إلا مدد دير ما تأتي أيضا أصول غادي تروار ما تأتي إلا كي هذا الجهاد قاضي أصول محاكم أصول وطابك فصيد لرا حكويل لا خلاف في استغلالها به لا كواش ماي فإن لم يكن في الناحية قاضي ولا محكم قال لنا مجو محكم نمجو كتابك وصيل لنا وحاكو تعالى لا خلاف إن انقلاف كجر في استغلالها ناكتين لك لنا غيزو بي بالفاسق أني كان دون فقدي كان كورا مالك أفراد فلا فسقا ما فسقا كرتو سد حدي ما لنا لسوق يا رمات صبح أفرادو كان هذا معصر أي حالة قربي مود على قربي مو مود كيو لسوق هذا إليكم وطرا متوسط حالة قربي إلى أيك ومتر هذا مد ونسل ولا سورسي هذا مو سر أنا حالة قريب مد داني مشول سورسي صبح أفرى فلا فسق فسق مجرى للي ياد ولزوال ما كان فسق لأجله وهو الإعسار مجدة فإن عسر هذا فقير من نفقة الخامس صبح أفرى هذا كذا هذا صبح أفرى هذا كذا فسق يا ما يكبر حمو صبح إيش هذا يقوي سادني صبح إيش هذا يقولي ما هي هذا نواد بنادوا بينه على المدة الماضية تيكو بينه زواج ولا تستأنف زون عصبان سيميزو حنق حلو قادة سدحدي بيرو هرقونا ما تي فتفسق في الحال مركز إسلام مركي ماشوف فسق ميسا كمان لو قربنا طرة أي سرة أو تراني في ثالثي ثم عسر في الرابع في الرابع عاد هاد وحوني كان إليكم مدر عادت تنادي كوي سكت لا بيسكت ما نك سدح أو تناد ما نك أفراد وافقين بناد مجدي مالكي او سدحدي بيري هوري لسوغي مالك شنادو تاجر مالك كو خختنه مالك افرادو تاجر مالك كو خختنه وافقين اسلام مركاسي فسقيسا والحاصل حواي انا ودن كاني اذا ايسر يوم رو تناد او يومين رو تناد ثم عصر وافقين بنات برتيده كوديسا تردي وا معناه بنات وافهم مسلمو تردي ماشي دكودي واذا ايسر ادو تناد ثلاثه ايام رو تناد ثم عصر وافقين استأنفت وصوب الله بيسا مركاس ناكتا نيك سدح مال نشوت مالك افرادو تنادي مالك شنادو تنادي مالك اللي حادو فقريي من شيء ذيك وده إسلامك عسى فسق ميسا مالك سد حد بريال السوقي مالك أفرادو تنادي مالك شنادو تنادي مالك اللي حادو تنادي مالك التضبادو فقيري حتى سد حد بريال بلا بال استأنف دين غير سامي قصور مرك أكوكا سال صعي ناكتو نريه ما كرتو رضيتو بإعساري نيك إنو فقير ياي أن رالكو أهاي ولو قال ده بدر رضيتو به أبدا نيك فقير نبديس أولي غير رالكو أبدا رواد سأصل صحيح باك صحيح بركة ولقي نفقيرة قرصتة هي بجرتو هي نفقيرة قرصتة طارو شيء كذا بابا له شيء كذا سأصل بابا له واقو كاس الله صعد يا بركة نفقيرة قرصتة تيني سامي كرتو نودة يا واقو كاس الله صعد ناقتو هبتير نفقيرة رالكو إيه عد بركة ده قبل إسا هواي راتو يا بجرتو وحسامينه ليه كاسمان إيه حالة فيرا نينك قال لي قالوا رفعها قال لي حوله سدح بلال السوق سدح ديسي بلادي او دماتو ناكتو فسق اي سالة صحيح مركو اكو كاساي وإذا فسقت هذه فسقته حصلت المفارقة يحصل هسه واي فرقة لو شيغان فرقة واي فرقة فسق واي لا فرقة طلاق ما اها فرقة فسق واي لا فرقة طلاق ما وحلقه ودو هي شي ما وسمرني ناكتان اني طلاق لو كلا تغو اي ان فسق لو كلا تغاهي تانيكو نفع بدل يا ان سمر نفتو اكتين مو مرق أكو كاس الله سواه أما نفقة ما نفقة مية نفقة دو المالية تكتي فلا فسق أم سونان لزوجة ناكتي بسبب هواد نفقة دي لصوت دافان سبب كده أوف سقى ما جرت واد هذا ولا تاجر هروس على لي وكذلك لزوجة عاوس نادي فسق النكاح نكاح إني فسق دي لدا إن عصر زوجها نكيد أتو فقير بالصداق أو كفقيرات قبل الدخول دخول تكاره بها زوجة الدخول سواء حاسما علم أوقاتها يساره التنني مديس قبل العقد أوقاتها أم لا أوقاننا إيش كبت كل واي فصل هذا كفصل كي وحكار سارة واي في أحكام حضانة حنانة دي أحكام تير أي أفسالية هاي زاس الله داد
ويحنا نادل جوشة أن اللغة ترحق اللغة ما أخوده تمل الصوغة توه من الحلن على صوغة توه لنا على صوغة بكسر حقيا الأخري وهو الجنب لنا عواي والضم الحاضرة مدى حنان هيس دمتان كيدو أدفلا عنقي دميسا إلي إلى الجنب دميسا وشرعنا حكا شرعنا حفظ من روح إلى الانتي سواي لا يستغل أنك لنقك بأمر نفسي واد بشأن نفسي واد نفتيس شأنك عم ما ألق إلى لنا يؤديه دباي ولعدم تميز واد كالسوع عيسى لواي وذلك دفل بواي عنه وكبير مدوين واي وكبير مجنون واد مدوارا أوين واد أي وإذا فارغ الرجل نكاتو فارغ زوجته يفارغ ساسا لدواد ولو زوج كري من الزوجة حقيدة ولد عنه وأسناد فهي زوجتي أحقك حق نم بضان بحلانة عنك إن الحنانة أي تنمية بربارين تيزواد بما لغو برباري يسلحوا هكذا بتعهدي ولغو سوري مركة فاجة فاجوة شالغو برباريها بدعامي دعام سينتيسة لفاجة فاجوة إيو شرابي عبتان سينتيسة إيو غسل بدني جركي سولو نغو إيو ثوبي مرديسة إيو تمر اللي بشي بحنتيسة إيو غير ذلك تسغير كود أو من مسالحي أهد ومؤنّة الحلانة حنانة قرش كيدنا كائن على من أهال من كو عليه من كدوشي سبا نفقة الضيف لي عنك النفقة ديسة عد لغا رويا مؤنّدنا لغا روا أي وإذا امتنعت الزوجة ناكتا دي ديدو من حضانة ولدها عنو قيد إنا حنانة يسو انتقلت الحلانة حنانة وقوريسة لأمهاتها هوايا شيد قوريسات وتستمر حلانة الزوجة ناكت حنان انتهى ودا ابن غطاء إلى مضي 7 سنين تضبص نعانك انتو كقاري وعبر المصنفون يا سبعدي وعبري معاجر لأن تميز آي يقع فيها سبعد كن آي غالبا سيدة غالبك لكن المدى مدار سيدة مضروب كاي إنما إن كلمين هو مدارك كاين على تميز وهذا سواء حاسما حصل حسيليا تميز كازي قبل 7 سنين أو أمس بعدها حسيليا اسكو مدوي ثم بعدها 7 كقدال يخير ولا غير سيا المميز كي وحكى السعاي بين أبوي لبدي سأب الله غير سيا فأيهما لبدا أبكي كأو اختار أو دورتا سلم إلي أحد كإنتقالوا ديبا فإن كان في أحد الأبوين نقص ناقصوا لبدا أبا متك من النقصان لي كجنون والي بواي فالحق للآخر حق عنك وحاسك لوالدك كليتو في يود ما دام النقص نقصك أنتو دائم ياي قائم ما دام النقص نقصك أنتو دائم كياي قائما متقومي بأحدك كقومي واد وإذا لم يكن الأب أبي هذا صنعان موجود من الهلاي خير الولد ولا خير سيا بين الجد والأم أبا لواي يلك يا جو أبا أبيه يعني قويدي لبدا صالة دحليقا الله خير سيا واد وكذا سياسة كريتا يقع وحدعا التغيير قيارسين بين الأم يكدعا ومن على حاشية النسبت وذلك أقم بواي وعم بواي وشرائد الحضانة حنانة شدود 7 أحد أوحى أوهري العقل أوهري فلا حضانة حنانة لمجنونة ناقوارا وحو حنانة يسو أدبغ جنونها والدي دواشيا أو مانطورا هيسيا أو تغدع قؤيا وإسكم ميت كواد سدح ساعو هيا لبساع وديها سدح ساعك لو هيا لبساع كالوديها ساسا دور ونض أما هذا مولو والي قمها هذا وأسكم مدلول أفا إن قل جنونها والدي دي يرات وذلك كيوم واي أو في سنة خجرت سنة كانبا هل مالني كل فتاة لم يبدو الحق الحنانة حنانة حقيدة ببراي بذلك أسو جنونك كبر ماي إلا إن سدح بقول لحلي شمع الماضي هل مالني كل فتوسة مرك حال ليه حنانة داد واهي ستا والثاني كالبات الحرية واي فلا حضانة حنان لرقيقة المسونان وإن أدين لها رقيقة دي سيدها وفصع في الحضانة أو فصعود والثالث قد كسدحات الدين دين واي فلا حضانة حنان لكافرة أم سنان على مسلم إنكم لا حنانات والرابع والخامس العفة والأمانة واي تاسر دور سنان إيه أمانة الهواء فلا حضانة حلان لفاسقة أم سنان ولا يشترط لما نشتدي في الحضانة تحقق العدالة عدالة إني حقيقه الباضلة إبادك اللنسوي والتكفير عدالة يكفلا الظاهرة إبناكتين والسادس كاللحات الإقامة النقاشوهي في بلد المميز كي وحكى لسوعي مقالة ديسي إن لغو نقال وذلك تصالي عنك مقالة دجوك إن لغوها يالرواد وذلك تصالي بأن يكون أبواه لبضي رشعين هذا مقيمين لمنك في بلد واحد يكون إيفا لو أراد أحدهما لبضي رشمت كمدا وحضار سفر حاجة يود سفر حاجة يود دم إنه سفر دون وذلك حج وتجارة طويلا كان سفر هيا أو قصيرا هيا كان الولد عنك قلب مجلس وحكى لسوعي إيه وغيره مع المقيم وهنا متكجو أو من الأبوين هذا لبضع بكيجو قالوا ديبا هذه حد ما أديها عنك إسكا كان اللي لا نعس ما أديها عنك إسكا كان أنت كصنع قال لي إيه عنك أنت اللي يرجع إذا كان اللي ديما إذا كان اللي سيدي ما ساس ولا سعاد هذا ده كان ساس ساس إيشو آمين ما وكر عرر عينه قبرتوا عايز لدي عنك قبل لا قالها أزي دي سفر ربطي الله رومه عنك أما عنك تعيد قلبي بتعيد رومه ما waxa soo dhana mar rawad hadii naagtu naag diinta qaanta ninku nin diin yaqaan diinkana lagu dhaqmayo
عنو قاس الله لا أيضا وحكاها الله من الله كوري كراد أيضا وحكاها الله من الله كوري كراد هل يستوى يعني لا يستوى مركب أكو قاس الله صحيح ولو أراد أحد الأبوين لبدي أبا متكم من هوا حوضان ويراد محور مع المقيم متكنك مع الأبوين من الأبوين أحد حتى يعود المسافر منهما إلى مسافر أكو صار نقا هذا هو صار نقد حلا ندي كيل هاي أي والله به لما هو أكو قاس الله صحيح ولو أراد أحد الأبوين لبدي أبا متكم من هوا حوضان سفر نقلة تمان جدي سفر كيس حوضان فالأب أبيه أولاه أبوه من الأم يأبوه بحضانة عنك حنان انتيز أو فإنزع أبيه هو التي يقادها منها أنك توقع قادها كل كان وحاسوب أحد لبدي والد متكمدة إنه تص بابا قورو بابا صوماليا لجوغي أما إليكم مدى يوغاندا لجوغي تص وادقاجي كين يوغو قورو بابا عنك يا أبرت عنك أنا أبرت يا دوغو دالان تيجوغي وحي جوغي يواني جوغي adoogiya xoroba inuu guuro intii uu guuro keen uu guuro ama abartay guuro intii uu guuro keen uu guuro anigu yaa ku xaq leh aaba ku xaq leh markaas oo meeshii aaba jir u wariyaad aaba ku run markaas oo fayn zaa abkiya waladkii uu qaada minha aydu ka qaada haad washartu saabi'u shartiga todobaad al qulu go marna shaway ay qulu ummin mumayizi anigu wax kale soo caay habartii in marinta la raba min zawjinin ay ka marantahay oo aan la qabin zawjgo leeyso min maxarimi difli aan kamideen zawjkaasina uu san kamideen anigu maxarimtiisa uu san kamideen wad afa innaka adadi guusato shakhsan ay guursatay oo min maxarimi kamida ka ammi difli ad anigu adirkiis boy aw ibn ammihi ama anigu in aan maadirtiisa way aw ibn aqihi ama ina walaalkiisa wad وراضي كل نوارها لنقضي أو منهم كميدة بالمبيس يكره النقضي فلا تسقط حلانة أما داعس بذلك كل عماس أفين اختل شرطنا دور دمه أو منها من السبعة كمنها اسلمات في الأم هاي الحدان سقطت حضانة وداعس كما تقدم شرع سيد صور مري مفصل حاله يمد ساسا لذات مثل بياني يي أصوه صور مري كتاب الجنايات الله سبحانه وتعالى أعلم.